كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أن التقوى هي شرط النصر، وأن ربنا عز وجل ربط وصول أو يعني حصول نصر الله بوجود التقوى في عباده المؤمنين. وبالأمس أيضا تحدثنا عن شهر رجب، وبعض يعني أنها شهر رجب هو بوابة لدخول شهر رمضان. اليوم إن شاء الله نستكمل الموضوع اللي فتحناه في الأسبوع الماضي، وأيضا نعيد التذكير بشهر رجب وبأهمية أن نستعد لشهر رمضان من الآن بالأعمال الصالحة وما إلى ذلك. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بأخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والأعزة الكرام فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمون جميعا في علم الله في ملك الله في دوام الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليكم السلام دكتور. طبعا دكتور احنا يعني قلنا رجب هو شهر التقوى والنصر، هل المقولة كده يعني تمشي ولا؟ تمام، عظمة على عظمة كمان يعني. تسلم دكتور. الحمد لله كل زفير وكل شهيق في علم الله في ملك الله في دوام الله بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفرغ مديده ولا ينتهي مزيده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرم بدوامك، ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك فإنا نؤمن على حمدهم، والتأمين دعاء كما علمنا ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس. المحنة إلى هذا المعنى أكثر من مرة، والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة. اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها منة منك وكرمة، كما قلت وقولك الحق وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. اللهم حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها، واعصمنا بمنك وطولك وفضلك ما أحييتنا من نواقضها ونقائضها، فلا عاصم إلا أنت. اللهم إنا نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك، وما شهدت به لك ملائكتك، وما شهد به لك أولو العلم من خلقك، كما أخبرتنا في ثانية السبع طوال فقلت شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، كما نسأل لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كما نسألك من العلم بلا إله إلا الله ما أمرت به حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، فقلت في القتال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء في علمك، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وأحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، وهكذا دوليك في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرمد بدوامك، ومع كل صلاة وتسليم مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك فإنا نؤمن على صلاتهم وسلامهم في عدد ومثل جميع الصلوات والتسليمات التي يصلى بها عليه في علمك في ملكك في دوامك في جميع صلواتك وتسليماتك عليه، يا من قلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون كأن هذا من شأن الله عز وجل، يصلي ويسلم على نبيه بلا انقطاع ولا انتهاء ولا انقضاء ولا أمد ولا حدود، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة وأولى الناس به. اللهم آمين. اللهم آمين. وبعد، فإن كما قال تعالى في كتاب الكريم وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك
يخلق ما يشاء ويختار. ويختار. أي نعم. الاختيار هو الاجتباء والاصطفاء الدال على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمه وعلمه وقدرته عز وجل سبحانه وتعالى. ومن اختياره وتفضيله اختياره لبعض الأيام على بعض، كالجمعة على باقي أيام الأسبوع، وكشهر رمضان على سائر الشهور، وكذلك الأشهر الحرم على باقي الأشهر. وقد اختار الله من بين الشهور أربعة حرمة، قال تعالى فيها في كتاب الكريم في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. الدين القيم، أي نعم، كأن هناك دين غير قيم، لكن دين الله الذي ارتضاه لنا هو الدين القيم. القيم بمعنى يا دكتور؟ القيم يعني الدين المستقيم الذي ارتضاه الله عز وجل وأقامنا عليه وأقام عباده عليه، فأنزل من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل. يعني الدين الصحيح، الدين الصحيح المقبول عند الله. ليس يعني مش كل واحد يعبد ربنا على كيفه، لا، مش كل واحد يعني ما عملش معبد لليهودي ولا عمل كنيسة للنصراني، واللي يعبد يعبد وما يعبدش ما يعبدش، لا. النص يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية عامة لم تبين في أي زمان أو في أي مكان أو في أي عصر. إن الدين عند الإسلام، الدين اللي عند الله المقبول المرضي هو دين الإسلام. والأشهر الحرم وردت في الآية مبهمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لم يذكر منها بالاسم في القرآن الكريم، لم يذكر منها معايا أخي طارق؟ معاك دكتور، نعم. لم يذكر منها بالاسم في القرآن الكريم إلا رمضان بالاسم، اللي هي أشهر السنة كلها، كل الشهور 12 شهر، كل الشهور اللي هم 12. أيوة. نص يقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يعني منذ الأزل، منذ الأزل لم يذكر منها بالاسم إلا رمضان في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان. ولعلنا قلنا في هذا البرنامج المبارك من قبل في شهر رمضان الماضي: إن رمضان بين الشهور كزيد من الصحاب بين الصحابة. أي نعم. رمضان بين الشهور الاثنى عشر كزيد بين الصحابة. كما إنه لم يذكر من شهر من أشهر العام الأشهر القمرية الهجرية إلا شهر رمضان بالاسم، كذلك لم يذكر من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لم يذكر منهم بالاسم إلا زيد. أي نعم. فقط. سبحان يقول الله تعالى في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمين ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله حقا تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أي نعم. على فضل الصديق، على فضل الفاروق، على فضل ذي النورين سيدنا عثمان، على فضل سيدنا علي أبي تراب أبي الحسن، على فضل سعد وسعيد، على فضل طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عم الجراح، العشر المبشرون بالجنة وغيرهم، والمبشرون بالجنة أكثر من عشرة، لكن خصوا في هذا الحديث المشهور لأن رسول جمعهم في حديث واحد. لم يذكر من هؤلاء الصحابة على علو قدرهم ووصف الله وترضي الله عز وجل عنه في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين، لم يذكر منهم بالاسم إلا زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. أين فكذلك رمضان. فما هي الأشهر الحرم إذن؟ وردت في الآية مبهمة ولم تحدد أسماؤها، ولكن جاءت السنة بذكرها. أين والسنة صنو القرآن وشق الوحي الثاني، كما أن القرآن منزل فكذلك السنة منزلة، وكما أن القرآن موحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك السنة موحى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى في سورة النجم: إذ يوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى،
وما في أول السورة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. هو إلا وحي يوحى. أي نعم. علمه شرير القوة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما ينطق عن الهوى أبدا، لأنه محل قدوة ومحل أسوة للبشرية جمعاء، كما قال تعالى في الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعض الصحابة بل منهم الكثر من كانوا يكتبون عن الرسول ما يقول، يكتبون أحاديثه، حتى إن بعض المشركين احتجوا على الصحابة قالوا: تكتبون عنه كل ما يقول، لعله يقول غير الحق. فتوقف ذلك الصحابي عن الكتابة حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الواقعة، فقال له رسول الله: اكتب، فوالله ما أنطق إلا بالحق، والله ما أقول إلا صدقا، حتى في المزاح، حتى في المزاح لا أقول إلا صدقا، كما في الحديث الصحيح: إني لا أمزح ولكني لا أقول إلا حقا. لما ينادي على أنس يقول له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، وفي حد له أذن واحدة أخي طارق، كله بقيت اثنين، يا ذا الأذنين، يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. لما جاءته عجوز بلغت من الكبر عتية، والعجوز ده وصف يعني إيه؟ يعني دائما يطلق على المرأة بالذات المتقدمة في السن، لكن الرجل يطلق عليه الشيخ. ولذلك أمه زوج أبينا، زوج أبينا من يا أخي إبراهيم، يا أخي طارق، سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم، تقول إيه؟ يا ويلتا أألد إيه؟ وأنا عجوز، وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة. أي نعم. إذا وصفت نفسها عجوز وعن الزوج سيد أبينا إبراهيم عليه السلام، وهذا بعلي شيخ، وهكذا. فلذلك جاءته عجوز فقالت: ادعو الله لي أن يجعلني من أهل الجنة. فالرسول قال لها: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت المرأة مدبرة باكية، ليت كما قال شوخي: ليت الشباب يعود يوما. فأخبره ما فيش إكسير الحياة، ما فيش حباية كده ترجع الواحد لشبابه وترجع له يعني حيويته وقويته. فلما رأى بها ما بها النبي عليه الصلاة والسلام استردها واسترجعها، فتلا علي قوله تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن إيه؟ أبكارا، كارا، عربا أترابا. أين؟ يعني هترجعي لشبابك وقوتك وحيويتك، لأن مع تقدم في السن، مع تقدم في العمر، قد يفقد الإنسان لذة الطعام ولذة الشراب ولذة الشهوات كلها، لكن مع الشباب والقوة. ولذلك الله يمن على عباده أهل الجنة فيدخلهم الجنة شبابا، يعني ما بين 30 إلى 40، وهكذا كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع وبين هذه الأشهر الحرم الأربعة. أي نعم. قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، يعني وراء بعض متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. أي نعم. ورجب، مضر، الذي بين جمادى وشعبان، والحديث متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهي مقدرة بسير القمر. أشهر القمر دي مقدرة بسير القمر وطلوعه. قال تعالى في البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالحج والصوم، وقد ألمحنا إلى هذا المعنى في رمضان الماضي، فالحج والصوم بالأهلة، أما الصلاة فمربوطة بحركة الشمس. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا علي أيها المشاهدون الأحبة، صلوات الله وسلامه عليه، كل زفير وكل شهيق، عدد وملء وزنة ما بين ساق عرشك إلى قاع أرضك، ومن أزل وجودك إلى أبد بقائك وإلى مجيد، في مثله في مثله، وكذا دوليك صرمدا في صرمد. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فداه أبي وأمي؟ إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. كانت العرب في جاهليتها ورثت عن أبينا إبراهيم حرمة الأشهر الحرم. ونذكر بعد قليل ماذا سميت حرمة، لأن الله تعالى حرم فيها القتال، حرم فيها القتال هجوما، ولكن لم يحرم فيها القتال دفاعا. أي نعم. هجوما لا،
لكن دفاعا نعم، كما سنطلب بعد ذلك آيات كريمة في هذا النص الكريم. فكانت العرب يعني بعض القبائل العربية تقوم بعمل غارة على قبيلة أخرى، تسلب خيرتها وتنهب ثروتها، مثل ما فعلت الدول الأوروبية في البلاد العربية، فاحتلت مصر والسودان وغيرها، واحتلت دول المغرب من إيطاليا، واحتلت دول وكذلك دول اسمها الجزائر والمغرب وموريتانيا احتلت، وليبيا احتلت من إيطاليا، وسمي زورا وبهتانا هذا استعمار، سمي زورا وبهتانا استعمار، وهذا باطل من القول وزور، ليس هذا استعمارا إنما كان استدمارا، لأن الاستعمار لفظة، كلمة استعمار لفظة قرآنية شريفة المقصود بها العمارة. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض وإيه؟ واستعمركم. استعمركم يعني الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب منكم العبارة العمارة، فنحن خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعمارة الأرض بطاعة الله عز وجل. لكن أن يسمى احتلال دولة لدولة أخرى استعمارة، وهي تدمرها وتنهب خيراتها وتنهب ثرواتها وتبدل معالمها كلها، هذا استعمار، إنه استدمار. فلذلك لابد من أن ننتبه إلى ذلك جيدا. فكانت بعض القبائل تقوم بالغارة على قبيلة أخرى، تنهب وتسلب خيراتها وثرواتها وتنهبها، فيفاجأ بأنه دخل. أي نعم دكتور، حضرتك سمعنا؟ طيب يبدو في مشكلة في التواصل، إن شاء الله لحد ما رجعنا الدكتور نعيد التذكير ببعض اللي ذكره الشيخ جعفر في هذه الحلقة عن الأشهر الحرم. الشيخ جعفر حضرتك معنا الآن؟ تفضل دكتور. طيب طبعا كان الدكتور كان بيتكلم على الأشهر الحرم، وإن الأشهر الحرم ذكرت في سورة التوبة، الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وهي شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم. دكتور حضرتك رجعت لنا مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بك دكتور، تفضل دكتور. فكانت بعض القبائل تريد أن تقوم بعمل غارة، فتفاجأ بأن الأشهر الحرم قد دخلت عليها، وهم ورثوا حرمة القتال في الأشهر الحرم عن أبينا إبراهيم عليه السلام. فماذا تفعل؟ تتوقف وتراعي حرمة الأشهر؟ لا، تقول لا، نأجل الحرمة في هذا الشهر إلى شهر آخر. يعني يأجلوا الشهر نفسه. أيوة. يعني دخل عليهم شهر رجب، عايزين يعملوا غارة عشان يأكلوا ويشربوا وينهبوا ويسلبوا الخيرات والثروات، دخل عليهم شهر من أشهر الحرم، رجب أو ذو القعدة أو ذو الحجة أو المحرم، فماذا يفعلون؟ يتوقفوا ولا ينفذوا الغارة ونفذوا ونفذوا الهجوم بتاعهم الغادر الغاشم هذا؟ هو الأصل أنهم يتوقفوا، المفروض يتوقفوا. أيوة. لكن لا، يحرمون ما أحل الله ويحل ما حرم الله، ولذلك هذا افتراء على الله، وذلك يقول تعالى في النحل: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أي نعم. إن الذين افترون على الكذب لا يفلحون. فيؤجلوا حرمة الأشهر لشهر آخر